قال الوكيل المساعد لشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية عبد العزيز الشعيب أن ما يقارب 15 جمعية تعاونية تأثرت ولحقت بها أضرار متنوعة جراء هطول الأمطار الغزيرة على البلاد. مشاهدينا، للمزيد من التفاصيل انضم إلينا عبر الهاتف الوكيل المساعد لشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية الأستاذ عبد العزيز شعيب. أستاذ عبد العزيز، أهلا ومرحبا بانضمامك معنا. بداية، حدثنا عن حجم الأضرار التي تعرضت لها بعض الجمعيات. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أتوجه الشكر الجزيل إلى تلفزيون دولة الكويت على اهتمامها في نقل الأحداث والأخبار والأحداث أول بأول. بداية نحن استشعارا من ساعات الفجر الأولى عند هطول الأمطار بغزارة سمعنا أن في هناك جمعيات تعاونية تأثرت نتيجة الأمطار الغزيرة اللي أثرت على المخزون الاستراتيجي للجمعية، وهناك أضرار بسيطة حدث سواء في انقطاع التيار الكهربائي أو هناك في تلفيات موجودة في المخازن الرئيسية للجمعيات. فور استشعارنا بوجود هناك خطر بسيط، تم التعاون مع الجمعيات، مع الجمعية التعاونية، وتم تكليف أعوان الضبطية القضائية وفرق التفتيش، وتم حصر هذه الجمعيات، وحاليا احنا شغالين في تقدير هذا الضرر استعدادا لقيامنا في تشغيل الجمعيات وتجهيزها بأول بأول حتى يتأثر المساهمين في توفير السلع. ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة هذه الأضرار؟ بداية يمكن الجهاز الأول المعني في توفير الخدمة هي وزارة الكهرباء والماء، تم التواصل معهم وكذلك مع الاتحاد الكويتي للجمعيات التعاونية، تم حصر هذه الجمعيات. هناك ضرر كبير حول انقطاع التيار الكهربائي في جمعية سلوى، تم معالجة هذا الخلل وتم التنسيق مع الأخوان المعنيين في وزارة الكهرباء. هناك مخازن تأثرت، هناك مخزون استراتيجي مخزون تأثر في وجود تلفيات بسيطة في الجمعيات التعاونية، وبالتالي يعني إن شاء الله راح نتخذ وياهم إجراءات تلافي الأضرار المادية الموجودة في مخزون هذه الجمعيات. الوكيل المساعد لشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية الأستاذ عبد العزيز شعيب، شكرا جزيلا لك.